بشكل عام يبعث الاطمئنينة لجمهور النادي الاهلي، لكن الاتحاد حتى الان كلها اجتهادات في ارضيه الملعب. كره بتلعب تصل لباولو جورج، شايف ما في تمريرتين ثلاث على بعض لنادي الاتحاد، كره من عماد عاليه واماميه لفيكتور مع المرمى، امام المرمى يعني جول الفيكتوري تيم يتقدم للنادي الاهلي ويقول يا احلى جمهور ولي احلى تيم، هذا الهدف الاهلاوي الثاني. يا سلام، القلعه لا تكون على قارعه الطريق، بل ان القلعه والحصون مكانها فوق، والاهلي الان يتقدم ويطلع مع الناس اللي فوق بهدف ثاني. عماد يصنع لفيكتور سيموس للفيكتوري تيم السريع، يضعها في المرمى ويعلن عن تقدم النادي الاهلي بهدفين للاهلي الزين على حساب شقيق نادي الاتحاد. يا سلام يا عيني، والله يجنن، وفي مرمى الاتي يتفنن، الاهلاوي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء.